نحييكم مشاهدينا، وهذه التغطية مستمرة للانتخابات النصفية الأمريكية. سنتابع فيها وبالتفاصيل كيف يبدو الأمر في مختلف الولايات مع شبكة مراسلين، وسنناقش كذلك مختلف الأسئلة التي تطرح في هذه الأثناء مع ضيوفنا. إقبال كبير ومنافسة محتدمة مع مواصلة الأمريكيين التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث حث كل من ترامب وبايدن أنصار على ضرورة الخروج والتصويت بقوة في الانتخابات وسط توقعات باكتساح المنافسين الجمهوريين لها. وبعد إدلاء الناخبين بأصواتهم اليوم، قد يستغرق انتظار النتائج ليلة طويلة وربما أياما قبل أن يتضح ما إذا كان الجمهوريون أو الديمقراطيون هم من فازوا وسيطروا على الكونغرس. يتوقع كثيرون موجة ضخمة من الدعم للحزب الجمهوري وضغطا كبيرا من الرئيس السابق ترامب كذلك، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إعلان الجمهوريين النصر بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع. ولكن عدة ولايات رئيسية مثل بنسلفانيا استبقت هذا الأمر بالإعلان عن أن فرز كل بطاقة الاقتراع قد يستغرق أياماً. هناك مسألة أخرى وهي التصويت عبر البريد. بعض الولايات تفرز صناديقها مبكرا قبل يوم الانتخابات، ما قد يرجح كفة حزب على آخر. وبعض ولايات أخرى قد لا تبدأ العد إلا في نفس يوم الانتخابات، لذا فرز وتحديد الأصوات بالبريد هي عملية قد تستغرق أياما. في نفس هذا السياق، كان أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بصوته في الانتخابات النصفية في ولاية فلوريدا، وقال ترامب إنه على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، وأكد ضرورة الإبقاء على سياسة إغلاق الحدود وخفض الضرائب. وأضاف ترامب أن الثلاثاء المقبل سيحمل أخبارا مثيرة كما قال، دون التصريح بعزمه الترشح للانتخابات المقبلة. لا يهم من ستصوتون له، ولكن الأهم أن تصوتوا. إنها انتخابات مهمة جدا، وأتمنى أن يحدث الصواب. أعتقد أن أول شيء يجب التركيز عليه هو الجريمة وتخفيض الضرائب. لدينا أكبر ضرائب في التاريخ، وسيواصل الديمقراطيون رفعها، ويجب إغلاق الحدود. ولذلك أعتقد أنه من المهم مواصلة إغلاق الحدود وتخفيض الضرائب. أعتقد أن الثلاثاء المقبل سيحمل أخبارا مثيرة، وأتطلع لرؤيتكم في مارالاغو. ونبدأ بالوقوف على الوضع الميداني مع شبكة مراسلين من بنسلفانيا بيير غانم ومن جورجيا حسين الطود. أهلا بكم زملائي الكرام إلى هذه التغطية، وبالتوفيق في مستقبل الساعات للوقوف على تفاصيل ما يحدث. ولكن اسمحوا لي أن نبدأ من بنسلفانيا لنفهم أكثر الصورة. بيير، معك. بيير، هل هناك إقبال؟ كيف يبدو الإقبال؟ وهل هناك معلومات أولية ترجح كفة عن أخرى في هذا التوقيت المبكر؟ نعلم، نتحدث أولا عن الإقبال. كنا في عاصمة الولاية هاريسبرغ قبل قليل، الإقبال كان مقبولا. حتى الآن لدينا أقله 25% من المخترعين الذين جاءوا وأوصلوا أصواتهم أو صوتوا من خلال البريد. خرجنا من العاصمة إلى منطقة قريبة، إلى منطقة هيرشي، ونحن الآن أمام مكتبة عامة وفيها قلم اقتراع يظهر هنا خلفي. سألنا، النسبة أعلى. نعم. نحن أصبحنا خارج المدينة، وهذا ربما يكون مؤشر جيد على أن الناس الذين يؤيدون الجمهوريين بشكل عام هم أكثر حماسا للتصويت، وبالتالي نحن نشهد في هذا المركز نسبة اقتراع أعلى من التي شهدناها في داخل المدينة، حيث يكون التصويت أكثر بالنسبة للديمقراطيين. بالنسبة لمؤشرات من هو متقدم على الفريق الآخر، الأشخاص هنا لم يتحدثوا كثيرا عن هذا التفصيل، ولكننا نعرف أن شابيرو المرشح لمنصب الحاكم متقدم جدا على منافسه ماستريانو. أما بالنسبة لمقاعد مجلس الشيوخ، فإن الاستطلاعات كانت متقاربة جدا خلال الأيام الماضية. هناك عمليا ليس فرق بين المرشح الديمقراطي فترمان والمرشح الجمهوري ماميت أوز. فيما يخص، طالما ذكرت ماستريانو، بيير، ماستريانو نذكر بأنه كان من بين الحاضرين في أحداث الكابيتول في يناير 2021. هل هذا الموضوع يعرقل، يحفز، يعيق وصوله إلى هذا المنصب؟
عندما تحدثت إلى أحد الناخبين قبل قليل حول توزيع الأصوات ولماذا الفارق كبير جدا بين المرشح الديمقراطي شابيرو لمركز الحاكم ومستريانو المرشح من قبل الجمهوريين، لم يقل لي شيء عن أحداث الكابيتول. ما تحدث عنه هو أن مستريانو يمثل عمليا أقصى اليمين لدى الجمهوريين، وهذا ما أبعد عنه حتى الجمهوريين الوسطيين، وهذا يعطي أفضلية بالنسبة لشابيرو، لأن هناك عدد من الجمهوريين الذين ربما يصوتون لمحمد أوز في مجلس الشيوخ لأنهم يرون أنه في الوسط، ولكنهم يعتبرون أن مستريانو في أقصى اليمين. طيب كيف يبدو الوضع في جورجيا؟ معك حسين الطود. حسين أهلا بك معنا. هل هناك نسبة إقبال يمكن أن نصفها بالمهمة؟ وكيف كذلك يتفاعل الناخبون الأمريكيون مع حملة الاستقطاب إن صح التعبير التي يسلط البعض عليها كل أضواء هذه الساعات الأخيرة؟ تحية لك ريم. نسبة الإقبال أيضا هنا كانت مقبولة، الناخبون تحدثوا عن سهولة في التصويت، عملية التصويت تكون سريعة. يجب أن نذكر هنا أن هذه العملية، عملية التصويت هذا العام، هي الأولى في ظل قانون الانتخابي الجديد في الولاية، الذي يقول منتقدوه إنه وضع عراقيل أمام الناخبين ووضع حواجز ستؤثر بشكل كبير على الناخبين، لا سيما الناخبين من أصول أفريقية، فيما يقول مؤيدوه من الجمهوريين أنه يسهل عملية التصويت لكنه يمنع الغش في هذه العملية. نتوقع طبعا كما قال لنا بعض المسؤولين هنا أن تكون نسبة الإقبال ما بعد الظهر أكثر مما هي مما كانت عليه في الصباح. نحن لاحظنا أن الناخبين الذين يدخلون يخرجون بسرعة لأنهم كما قالوا هناك سهولة في عملية التصويت، ولكن الإقبال بعد الظهر سيكون أكثر، لسيما بعد انتهاء العدد من الموظفين من أعمالهم سيكون هناك إقبال. كما لاحظنا خلال تواجدنا هنا منذ أسبوعين أثناء فترة التصويت المبكر، كانت بعد الظهر كان هناك ازدحام أمام مراكز الاقتراع. طبعا الاقتراع يختلف من مقاطعة إلى مقاطعة. نحن الآن أمام مركز اقتراعي كبير ضخم جدا، لهذا ربما لا نشاهد الناخبين خارج مكان التصويت، ولكن في مقاطعات أخرى يكون مركز التصويت صغير، لهذا نرى صفا خارج المبنى. أيضا دعينا نذكر أن هناك الآن حديث عن المستقلين هنا. صحيح. الذين قد يصوتون لمرشحين مختلفين على منصبين مختلفين، أي يمكن لمصوت لناخب مستقل أن يصوت للجمهوريين على في مجلس الشيوخ، على مقعد مجلس الشيوخ، ولكنه سيصوت للديمقراطيين على مقعد أو على منصب الحاكم، والعكس صحيح، وهؤلاء المستقلون قد يلعبون دورا كبيرا في تحديد النتائج التي يحاول المرشحان الأساسيان في على منصب أو على مقعد مجلس الشيوخ، رافائيل وارناك عن الحزب الديمقراطي وهيرشل ووكر عن الحزب الجمهوري، أن يحسما النتيجة هذا اليوم لكي يتجنبا جولة إعادة الانتخابات في ديسمبر المقبل. يعني نقطة ملفتة هذه التي ذكرتها حسين، كون بعض المستقلين سينتخبون أشخاص ولن ينتخبوا أحزاب، وهنا نأتي لإطار ما يتحدث عنها البعض بأنه ربما هناك فترة ستناقش ما بعد. حسين أنا أسمعك. البعض يتحدث عن أنه قد نخرج من إطار الحزبين. على كل إلى أن يعود الإرسال لزميلنا من حسين الطود في جورجيا، سأعود لك بيير. بيير، هناك حديث اليوم، مع هو مش اليوم حقيقة، منذ أيام انطلق عن هذه الثنائية الحزبية التي نتابعها منذ سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية. تعلم بأن هناك إمكانية أو هناك محاولات جرت لإنشاء حزب ثالث، ولكن كان هناك فشل. هل هذه الانتخابات قد تؤشر إلى، إذا ما فشلت يقول البعض، قد تؤشر إلى بدء ولادة شكل جديد سياسي في أمريكا؟ الشخصية الوحيدة القادرة على إنشاء حزب ثالث في الولايات المتحدة الأمريكية هي دونالد ترامب، وهذا الرجل قرر أنه سيبقى جمهوريا، وهو سوف يعلن عما قريب أنه مرشح لرئاسة الجمهورية في العام 2024، وبالتالي
ليس موضوع طرح الحزب الثالث مسألة مطروحة في هذا الوقت. النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع إلى حد كبير جدا أن يكون هناك حزب ثالث، والسبب يعود إلى أنه في كل دائرة انتخابية يكون هناك مليون ناخب أو مليوني ناخب على مستوى مجلس النواب الأمريكي، ويكون هناك مقعد واحد، وبالتالي ليست هناك إمكانية للاختيار من ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشخاص، يجب أن يكون هناك شخص واحد. وبالتالي عندما تذهبين إلى صندوق الاقتراع تقولين أي هو أيهم من المرشحين الأفضل والأقرب للوصول إلى السلطة، وتصوتين جمهوري أو ديمقراطي، لأن المرشح الثالث أو الرابع أو المستقل أو من حزب الخضر ليس له حظوظ على الإطلاق في أن يصل إلى هذا المركز. طيب، عاد من جديد التواصل مع حسين الطود. حسين، نحن نتحدث عن ولايات الشرق، والبعض يطرح كذلك أسئلة بخصوص الانتخاب أو التصويت عبر البريد. بعض الولايات اختارت أن تبدأ بفرز الأصوات قبل نهاية التصويت اليوم، البعض الآخر امتنع وأراد أن تبدأ عملية الفرز والتعداد مع إغلاق صناديق الاقتراع. هل توضح لنا أكثر هذه الصورة؟ هنا في ولاية جورجيا بدأت عملية التحقق من التصويت المبكر قبل وقت، ولذلك محاولة منهم للحصول على النتائج في أسرع وقت ممكن. طبعا هي تختلف من ولاية لولاية، هكذا هي، هذا هو الوضع في الولايات المتحدة، لكل ولاية قوانينها. هنا في جورجيا بدأنا بالفعل بالتحقق بالنسبة للفرز، سيبدأ الفرز اليوم بعد انتهاء الانتخابات، ولكن عملية التحقق من دقة أو صحة أوراق الاقتراع بدأت. كما ذكرنا كان هناك إقبال كبير في التصويت المبكر، أكثر من 2,500,000 ناخب أدلوا بأصواتهم. الاقتراع إما بالحضور الشخصي أو عبر البريد، والاقتراع الغيابي. البارحة فتحت سلطات جورجيا تحقيق ما أحدى المقاطعات بسبب عدم إرسالها أكثر من 1,000 ورقة اقتراع غيابية إلى الناخبين، وقالت أو قال سكرتير الولاية بأن ذلك غير مقبول، لا سيما في ظل التخوف من تحجج أو احتجاج تذرع بعض الجمهوريين بأن هناك عملية تزوير لرفض نتائج الانتخابات إذا لم تكن لصالحهم. ولكن بشكل عام الأمور تسير على ما يرام. وأيضا كان هناك بعض الشكاوى من بعض الناخبين الذين قالوا إنهم تم الطعن بتسجيلهم في اللوائح الانتخابية، ولكن هذا الطعن تم حله عندما تدخلت منظمات تدافع عن حقوق الناخبين هنا لتوضح أن القانون الجديد يجب أن يساعد الناخب على الإدلاء بصوته طالما أنه يمتلك أوراق ثبوتية، طالما أنه يلتزم بالقانون يجب أن يساعد من قبل الموظفين في مكاتب الاقتراع على الإدلاء بصوته. وعزت السبب في رفض بعض الناخبين بأنه سوء تواصل ما بين موظفين في مكاتب الاقتراع وما بين السلطات المحلية بسبب حداثة القانون الذي تم سنه الربيع الماضي هنا في جورجيا. طيب، وضحت الفكرة. حسين الطود من جورجيا و بيير غانم من سلفينيا، شكرا جزيلا لكما، والأكيد سنعود لمتابعة كل هذه التفاصيل ولكن لاحقا. ومشاهدينا، نتابع دائما ما يحدث ونتابع دائما كل هذه التفاصيل، إن كانوا ضيوفنا جاهزين طبعا لنفهم معهم. طلال الحاج، زميلنا طلال الحاج من نيويورك ينضم لنا. طلال، أهلا بك معنا. حدثنا في نشرات سابقة عن إقبال كبير في الواقع في نيويورك، ولا يخفى على أحد بأن منصب حاكم نيويورك يحظى باهتمام وبمتابعة كبيرة. كيف هو المشهد من عندك طلال؟ نعم، الإقبال ما زال مستمرا. أقف الآن أمام مدرسة ثانوية هنا، ترين أنه أصبح مركزا للاقتراع في واقع الأمر، والناس يتوافدون عليه. كنا قبل قليل في مكان آخر أمام جمعية خيرية تسمى جمعية فورد، ومن الصباح من الساعة 6 صباحا تقريبا وإلى الآن يتوافد هؤلاء الناس. هناك إقبال كبير لأهمية هذه الانتخابات في واقع الأمر.
و 25% من الناخبين الأمريكيين يبعثون بأصواتهم بريديا، وحوالي 1.5 مليون قاموا بالتصويت بصوت مبكرة، أي أن الفرز سيبدأ في الساعة 9 مساء لكل هذه الأصوات. 25% من الأصوات، هناك 13,100,000 ناخب في الولاية هذه، ولذلك العد سيستغرق بعض الوقت سواء للبريدي أو للمبكر وللناخبين اليوم. النتائج لن تخرج اليوم، في غالب الأمر ستتأخر بعض الشيء، ربما يوم يومين أو ربما ثلاثة، حسب سرعة الفرز. الصورة قاتمة بالنسبة للديمقراطيين، كما تعرفين أن حاكمة الولاية مهددة بفقدان وظيفتها. السناتور تشوك شومر، وهو رئيس وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مهدد بفقد وظيفته ضد جو بانيون. ستتضح الصورة فيما بعد. هذه ديمقراطية، ولاية ديمقراطية بامتياز، وهناك 4% من المواطنين لم يقرروا بعد في أي اتجاه يذهبوا، ولكن 70% من سكان هذه الولاية أو من الناخبين مقيدين رسميا بأنهم ديمقراطيين، سيصوتون للحزب الديمقراطي. طيب، على كل منافسة حادة أكيد، ولكن كيف يبدو المشهد كذلك في واشنطن؟ تنضم لنا نادية بالبيسي من واشنطن. نادية، أهلا بك معنا، تابعناك في الواقع. وهناك نذكر مشاهدينا كذلك بأن واشنطن كذلك تغطي ما يحدث إما من خلال المراسلين أو كذلك من خلال الاستوديو في واشنطن الذي يناقش مختلف التفاصيل. ونادية، كنت ناقشت مع ضيوفك موضوع التمويل، هل لهذه الدرجة موضوع التمويل مهم في هذه الانتخابات؟ وهل فعلا بأنه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد عملية التمويل هذه كالتي شهدتها في هذه المرحلة؟ بالفعل ريم، 16.7 مليار دولار كما ذكرت. كنت أتحدث مع الضيوف على أنه هذا المبلغ يمكن أن يمثل ميزانية لدولة بأكملها من دول العالم الثالث إذا أردت. فبالتالي الأموال التي تصرف على هذه الحملات الانتخابية غير مسبوقة على الإطلاق في التاريخ الأمريكي، وهذا يعطينا مؤشر على أهمية هذه الانتخابات. هذه الانتخابات التي ستتشكل تركيبتها الجديدة في شهر يناير، وعلى فكرة حتى لو تم سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب كما هو متوقع واحتمال بمجلس الشيوخ، لدى الرئيس شهران لتمرير بعض المشاريع إذا استطاع، لأنه الكونغرس الجديد لن يتم ربما حلف القسم إلا في بداية العام المقبل، وبالتالي هناك متسع من الوقت. لكن الجميع يصرف أموالا طائلة، ملايين الدولارات تذهب لدعم هذا المرشح أو ذلك المرشح، كل الهدف منه هو عكس الأجندة الحزبية. كنت قد تحدثت أيضا مع الزملاء، كنت أريد أن أضيف نقطة، وهي أن هناك انتماء حزبي، بمعنى يعني الأشخاص المصنفين أو المنتمين حزبيا سواء جمهوريين أو ديمقراطيين دوما يصوتون لصالح المرشح التابع لهم حتى لو لم يكن يعجبهم، بمعنى لم يكن مؤهل بالشكل الكامل. لكن الذي يحدد هذه الانتخابات هو الناخب المستقل أو المتردد. هناك مجموعة فكرة كانت تسمى بريغن ديموكراتس، بمعنى بأنه هناك طبقة من الحزب الديمقراطي كان يميل للتصويت إلى صالح الحزب الجمهوري. طبعا نتحدث عن انتخابات رئاسية ليست انتخابات نصفية، لكن يمكن هذه الانتخابات أن تشهد بعض المفاجآت الضئيلة، لكن الأموال بالتحديد ستكون لها دور كبير. نعم. في الإعلام عن أو إشهار هذا المرشح. طيب. ورأيناها بشكل رهيب جدا خصوصا في الولايات المتأرجحة مثل جورجيا وبنسلفانيا. طيب، على كل سأكتفي معكم بهذا، نلتقي في نشرات أخرى لمتابعة كل هذه التفاصيل. زميلانا نادية بلبيسي من واشنطن وطلال الحاج من نيويورك. ومشاهدينا، قبل أن نذهب إلى فاصل، بعد قليل مع آخر تطورات الانتخابات، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أنصاره الديمقراطيين للاقتراع في انتخابات التجديد النصفي. بايدن أشار أيضا في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر إلى أن الديمقراطيين قادرون كما قال على صنع التغيير في انتخابات الكونغرس.
نتوقف الآن مع فاصل قصير، من بعده نعود لنناقش كل هذه النقاط، ابقوا معنا. ونحييكم مشاهدينا من جديد. هذه الانتخابات هي استفتاء على ذلك الرجل جو بايدن، رغم أنه قال إنها ليست استفتاء عليه بل استفتاء على الديمقراطية في أمريكا، ولكن في النهاية تبقى نتيجة الانتخابات كاشفة لرأي الأمريكيين في إدارته حتى الآن. المزيد مع طاهر بركة، نتابع. أنا جو بايدن، الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. عمري 80 عاماً، قضيت منها 50 عاماً في السياسة ولم أزل. في عهدي أصبحت فاتورة جرة الغاز في مطابخ المواطنين ولتر البنزين في سياراتهم وإضاءة غرف نومهم تقض مضجعي تماماً، كما يفعل فلاديمير بوتين يومياً ليبقي عيني على الحقيبة النووية وإصبعي على الزناد. في خريف العمر الذي يصادف منتصف ولاية الأولى، أصل إلى مكتبي البيضاوي في الجناح الغربي من البيت الأبيض كل يوم لأجد كيف راكم طاقم ملفات البلاد الساخنة والعالم الأكثر سخونة. وبعدما استكملت مواجهة كورونا وتداعياته الاقتصادية، خفضت التضخم الذي لا يزال مرتفعاً وأعدت البطالة إلى مستويات ما قبل كورونا، وأقريت مع الكونغرس قوانين بمئات مليارات الدولارات لكل منها، كقانون الرقائق الإلكترونية والعلوم، قانون المناخ والصحة، خطة تحفيز الاقتصاد، وخطة إعادة بناء البنية التحتية. غير أن كثيراً من هذه القوانين لما تؤتي بعد ثماراً سريعة أقطفها في انتخابات التجديد النصفي التي ما فتئت تعكر صفوها قضايا الإجهاض والمخدرات والسلاح المتفلت والنظام الصحي وتلك الجندرية منها كذلك. صحيح أنني كبرت وقد أتعثر على سلم طائرة، وهو ما يتوسله دونالد ترامب سبيلاً للهجوم الانتخابي علي، ولكني أظل الشغوفة بقيادة السيارات بسرعة جنونية ولو كان في شبابي. صحيح أنني كبرت وحصل أن أخطأت مراراً في خطاباتي ونسيت أسماء وخالفت مراسم واختلطت علي أمور، وهو ما بات الجمهوريون يعايرونني به أيضاً، وأنا ابن المؤسسة التشريعية العريقة والشهير بالخطابة والفصاحة وسن القوانين رغم مشكلة التلعثم عندي منذ الصغر. يشار إلي عادة كثاني رئيس كاثوليكي بعد جون كينيدي الذي اغتيل، وكنائب رئيس لأول رئيس أسود، وكأول رئيس تنوب عنه امرأة رغم ما تسمعونه من اتهامات بمخالطات لصيقة للنساء. وبين ملف محلي أفرغ منه وآخر دولي يبقى عالقا، تطفو على سطح ذاكرتي صور عائلتي الصغيرة، زوجتي الأولى نيليا وصورة ابنتي، وهما اللتان توفيتا في حادث سير بعيد انتخابي في مجلس الشيوخ، وصورة بو وهو ابني الذي خسر معركته مع السرطان عندما كنت نائبا للرئيس، وصورة هانتر نجلي الآخر المتورط بسمعة سيئة وباتهامات فساد في أوكرانيا. أنا جو بايدن. نعم، سيكتب التاريخ عن عهدي أنني تسببت بفوضى في أفغانستان عندما سحبت جنودي إيفاء لهم بوعودي، ولكنه سيكتب أيضا أنني قتلت أيمن الظواهري دون أن أرسل له جنديا واحدا على الأرض. وأوروبا العجوز مثلي والتي أنحدر شخصيا منها منقسمة وضعيفة، رغم أنني وقعت على توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد من أجل حمايتها، بيد أنني أحكم في وقت يبزغ فجر أقطاب عالمية رائدة جديدة عينها على ما تعتبره أمنها القومي، قد تبدأ بروسيا في أوكرانيا ولا تنتهي بالصين في تايوان،
دون إغفال قوى الأمر الواقع النووي ككوريا الشمالية أو الطامحة كإيران والتي فشلت في إعادتها إلى الاتفاق النووي. يقول للتاريخ إن هذه الانتخابات النصفية عادة ما تكون استفتاء على الرئيس وماضيه، ويقول للحاضر إنها قد تكون استفتاء على الرئيس السابق ومستقبله السياسي. أما مستقبل السياسي أنا فربما لم يعد ينبئني بالكثير. أنا جو بايدن. مشاهدينا، يغيب اسم الرئيس الأمريكي عن أوراق اقتراع انتخابات التجديد النصفي خلال الماراثون الجاري، لكن اسم جو بايدن لا يمكن فصله بأي حال عن الاستحقاقات الانتخابية وتحديدا الخاصة بالكونغرس الأمريكي. نتابع. جلس على مقعده داخل مجلس الشيوخ أول مرة عام 1973، ولم يبرحه إلا في عام 2008 عندما انتقل إلى البيت الأبيض نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما. لم يتجاوز عمره حينها 30 عاماً، أراد أن يسجل موقفاً سريعاً يظهره كشخصية وطنية. فأبدى احتجاجاً ضد الرئيس ريتشارد نيكسون بعد فضيحة ووترغيت، كما انتقد جيرارد فورد للعفو عن نيكسون بعد ذلك. مناصب قيادية شغلها داخل الكونغرس، لعل أبرزها رئاسة اللجنة القضائية لمدة 17 عاماً، ولا يزال قانون يعرف بجرائم بايدن يطارده حتى يومنا هذا، حيث كان من كبار المدافعين عن قانون الجرائم الفيدرالية عام 1994. اسم بايدن برز في لجنة العلاقات الخارجية، لعب دوراً في السياسة الخارجية لمدة 11 عاماً، وكثيراً ما يتباهى بإنجازاته في الخارج، حتى أنه قدم قائمة إلى واشنطن بوست بعد اختياره نائباً لأوباما تظهر لقاءاته مع 150 زعيماً من حوالي 60 دولة ومنظمة دولية، ما جعل نقاداً يصفون الأمر بالمبالغة، مقللين من فطنته في السياسة الخارجية. سياسته داخل الكونغرس كثيراً ما وصفت بالإزدواجية، فبينما كان يدعم الجهود الإنسانية في الخارج كان يدفع أيضاً باتجاه العمليات العسكرية. في التسعينات أيد التدخل العسكري الأمريكي في البلقان، لكنه عارض الرئيس الأمريكي بوش الأب في تحرير الكويت عام 1991، وكان من بين من صوتوا لصالح غزو أفغانستان عام 2001، صوت أيضاً لصالح حرب العراق في عام 2002. 35 عاماً قضاها بايدن بين أروقة الكونغرس، مقابل 10 أعوام مجموع خبرته في البيت الأبيض. لعل خبرته في المجال التشريعي جعلته يقدر الآن مدى تأثير التجديد النصفي على منصبه، فهو يدرك أنها بمثابة استفتاء شعبي على فترة رئاسته. ومشاهدينا، نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من واشنطن الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين، أهلا بك. ومن واشنطن كذلك وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، أهلا بكم ضيفي الكريمين. اسمح لي أن أبدأ مع الأستاذ حسين. أستاذ حسين، في الواقع البعض يضع نقاط استفهام حول ما سمي بالاستقطاب، هناك عملية استقطاب قصوى تعيشها الانتخابات النصفية الأمريكية، هل هذا في صالح الثنائية الحزبية؟ هل هذا في صالح الانتخابات الأمريكية تعتقد؟ أعتقد أنه حتما في صالح الانتخابات. كل ديمقراطية بحاجة إلى ارتفاع نسبة التصويت، لأنه هذا يساهم في المصادقة على الانتخابات نفسها. لا أعتقد أن الانقسام أكثر من الماضي، كل الانتخابات الماضية التي عشناها كان الانقسام حاد والاستقطاب حاد بين الطرفين. أعتقد أن المشكلة الوحيدة التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم هي إمكانية أن لا يقبل
بعض المرشحين المهزومين بنتائج الانتخابات، وهذا ما سيظهر في الساعات 48 المقبلة. دكتور وليد، هناك كذلك حديث عن أن المستقلين قد يحدثون تغييرا ولو طفيفا في نتائج هذه الانتخابات. حتى أنا منذ قليل زميلنا من جورجيا يقول لنا بأن بعض المستقلين ربما سينتخبون ديمقراطيا لمجلس النواب وجمهوريا لمجلس الشيوخ، أن التصويت شخصي وليس حزبي. ما الذي يمكن أو كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الوجه السياسي العام الأمريكي؟ وهذا ما يقوم به إجمالا المستقلون. يعني المستقلون يختارون من يشاءون للمقاعد، خاصة وأن هذه الانتخابات هي لكل أعضاء أو معظم أعضاء الكونغرس. لذلك قد يظن أنه الديمقراطي في مجلس النواب هو أفضل من خصمهم الجمهوري، والعكس صحيح في مجلس الشيوخ. هذه ظاهرة قديمة ولكنها تؤثر فقط على من هم في الوسط، أي المستقلين، بينما الجمهوريين والديمقراطيين بشكل عام يتبعون خط الحزب. ولكن أستاذ حسين، هل هذا يضعنا في إطار ما كنا نتحدث عنه، عن انقسامات يعني مهمة تعيشها هذه الأحزاب؟ هناك من يقول بأن هذه الأحزاب هي نفسها تتآكل في الداخل، فهل هذا التصويت ربما يمكن أن يجعل من بقاء هذه الأحزاب تتلاشى شيء فشيء؟ هذا ممكن؟ ممكن جدا. أعتقد أصلا أن هذه الأحزاب هي ليست يعني أحزاب واضحة المعالم. أنه لو نظرنا إلى الديمقراطيين لرأينا أن هناك فرع يعني معتدل بقيادة بايدن، ولا لأن رأينا أن هناك فرع ينتمي لليسار، أقصى اليسار بقيادة بيرني ساندرز. وكذلك الأمر في الحزب الجمهوري، هناك معتدليين وسطيين أو وسط يمين الوسط، وهناك من يقودهم الرئيس السابق ترامب وهو إلى أقصى اليمين. يعني في الانتخابات نرى أن هناك نوع من التلاحم، ولكنه تلاحم مصطنع وليس بعيد المدى. أعتقد بسبب كبر حجم الولايات المتحدة يندر أن نرى أكثر من حزبين، ولكن داخل كل من هذين الحزبين أعتقد أن هناك أحزاب كثيرة متعددة ومتنوعة. طبعا تفضلتم بالحديث عن المستقلين، وهؤلاء غالبا ما يشكلون الترجيح بين الحزبين في عدد كبير من الولايات. دكتور فارس، ترامب وإن لم يكن حاضر كمرشح، ولكن ظل ترامب يخيم على هذه الانتخابات وتصريحاته حتى يتابعها البعض بكل اهتمام. ترامب يتحدث عن الاقتصاد ويقول انتخبوا الجمهوريين فالاقتصاد معنا. بايدن في المقابل يقول بأنه إن لم تنتخبوا الديمقراطيين فإنكم ستشاركون في اضمحلال الديمقراطية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الثنائية هل تنفع هل تضر؟ كيف هو كذلك تأثير بايدن على هذه الانتخابات ولو كان بعيدا؟ أولا، الثنائية هي نظام أمريكا. ما لم تكن هنالك ثنائية يجب أن يكون نظاما آخر، كما في فرنسا هنالك عدة أحزاب وتنتهي العملية في كتلتين أساسيتين في الجولة الأخيرة. هذا النظام هو النظام الفرنسي. في بريطانيا الكتل البرلمانية، هنا في الولايات المتحدة الأمريكية حزبين مظلتين في الحقيقة. البعض يقول ربما تكون أربع أحزاب كبرى إذا حللنا كل حزب جمهوري وديمقراطي وبعض الأحزاب الوسطى. المستقلين إجمالا هم كتلة ليس لديهم أحزاب. ولكن فيما يتعلق بهذه الانتخابات يعني القائمة الآن، الطرفان ترامب من ناحية وبايدن من ناحية أخرى قد بدأ بخوض هذه المعركة منذ بداية هذا العام. يعني أنا بتقديري لن تؤثر تصاريحهم التعبوية على الناخبين لكي يغيروا رأيهم، ولكن قد تؤثر بمكان واحد على تشجيعهم للذهاب والانتخاب بشكل عام. آخر أسبوع وآخر ثلاثة أيام وربما الساعات التي تسبق يوم الانتخاب، هذه ساعات تعبئة الأنصار وليست إقناع الآخرين بتقديري. كيف ترى الموضوع دكتور حسين؟ هل فعلا يمكن فصل الأشخاص عن هذه العملية الانتخابية؟ لأن بعض المراقبين كذلك يقولون بأنه وكأنها انتخابات على الأشخاص، يعني هناك مجموعة تريد أن تدعم بايدن وفي المقابل مجموعة أخرى تريد أن تبطل مشروع ترامب. هل يمكن رؤية المشهد بهذه الطريقة أو هناك مبالغة في القول بذلك؟
لا حتما هي انتخابات حول الأشخاص، خصوصا إن نظرنا إلى أنه يعني معظم الدوائر في مجلس النواب هي دوائر صغيرة، يعني دوائر داخل كل ولاية. والقول الأمريكي المعروف all politics are local politics، كل السياسات هي سياسات محلية. فلذلك نرى أنه كل من الحزبين يتراخى عندما يخرج أي من المرشحين باسمه، يخرج عن الرسالة الأساسية للحزب. أعتقد أنه نرى الإدارة المركزية في كل من الحزبين تتراخى وتسمح بهذا النوع من الخروج عن الرسالة، لأنها تعتبر أنه المرشح هو ابن يعني الدائرة التي أو بنت الدائرة التي تخوض فيها الانتخابات، وأهل مكة أدرى بشعابها. لذلك أعتقد أنه الشخصيات تلعب دورا كبيرا، يعني حتى لو كان هناك رسالة معينة، ولكن في الغالب الكاريزما، الشخصية، معرفة أطباع الناخب، أعتقد أنها كلها هذه تلعب أدوار كبيرة في تحديد الرابح والخاسر في هذه الانتخابات. دكتور فارس، الانتخابات النصفية التي لا تتزامن مع الانتخابات الرئاسية تكون لها أهمية خاصة، وهذه الانتخابات لها أهمية خاصة ومضاعفة كذلك بالنظر إلى انتخابات المرتقبة في 2024. كيف لهذه الانتخابات أن تؤثر على انتخابات قادمة منتظرة وبالغة الأهمية؟ أحياناً انتخابات نصفية الميد تيرمز تكون يعني نوع من دافع للانتخابات الرئاسية، كما كاد أن يحصل في العام 2010 عندما كان الرئيس أوباما يواجه خسارة في الكونغرس في 2010 وجاء حزب الشاي إلى ما هنالك، ولكنه على الرغم من ذلك انتصر في 2012، بينما الرئيس ترامب الذي خسر الانتخابات النصفية في 2018 خسر أيضا الانتخابات الرئاسية حسب الموجة. الآن ما يجري في هذه الانتخابات بتقديري أن هنالك موجة عميقة من الناخبين المحافظين الذين ينتقدون الإدارة. البعض يقول أن ترامب يعبئهم، البعض الآخر يقول لا، ترامب يستعمل هذه الموجة، فهو لا يخلق الموجة إنما يدري كيف يحسن كيف يستعملها، وبالتالي قد تكون له حظوظ. المشكلة مع رئيس سابق ترامب هي المسائل الإدارية التي سوف يواجهها بين الآن، بين غدا ويوم الانتخابات، وليس الحالة الشعبية. له حالة شعبية قوية ولكن له مشاكل إدارية وقانونية كثيرة بنفس الوقت. وأنت كرأي شخصي كيف ترى دكتور فارس؟ هل أن الديمقراطيين لم يكن لهم حضور يقنع الناخب طيلة السنوات الماضية، سنتين الماضيتين على الأقل؟ أسباب كثيرة معقدة، ولكن إذا نظرت إلى السبب الأساسي وهو تقريبا معترف به من قبل قيادة الحزب الديمقراطي، شخصية الرئيس. يعني فارق كبير أن يكون من يقود الحزب الديمقراطي باراك أوباما بقدرته التعبوية على أفكار بسيطة، والرئيس بايدن الذي باعتراف القيادة الديمقراطية ربما كان الأفضل لكي يختاروه ما بين رؤساء وقيادات كثيرة في العام 2020 لمواجهة ترامب، ولكن يبدو كزعيم للتيار الديمقراطي أو الحزب الديمقراطي لم ينجح في إقناع أكبر قاعدة شعبية بالوقوف معه على الأقل في هذه الانتخابات. دكتور حسين، إلى أي مدى الناخب الأمريكي يلتقط مثل هكذا التفاصيل ويبني عليها رأيه وبالتالي تصويته؟ أم أن هناك قضايا أخرى تهمه أكثر من هذه الشخصيات، أكثر من ترامب وأكثر من بايدن وأكثر من سيتولى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية قادمة؟ نتحدث على قضايا مثل المعيشة، مثل التطبيب، مثل الهجرة، وعديد من القضايا التي تبعناها والتي ربما تمثل أولوية لدى الناخب الأمريكي. لا أعتقد أن الناخب الأمريكي ملم بكل التفاصيل. أولا كما تحدثنا المواضيع المحلية هي أكثر ما يهم هؤلاء الناخبين. مثلا لو نظرنا إلى انتخابات ولاية فيرجينيا التي تغلب فيها الجمهوريون على الديمقراطيين، رأينا أنه كان الموضوع يتمحور حول المناهج المدرسية ولا يتعلق بأي شيء يرتبط بالاقتصاد أو بالأمور الكبرى. لذلك أعتقد أنه السياسة المحلية تلعب حيز كبير، ولكن في نفس الوقت يعني يحاول كل من الحزبين الإفادة من مما يجري. طبعا يعني الكل اليوم يتحدث عن التضخم، ولكن الاقتصاد الأمريكي هو الوحيد الذي ينمو في اقتصادات الدول الكبرى في العالم، والبطالة في أدنى المستويات.
إذن من يحاول التحليل بالإشارة إلى الاقتصاد لا أعتقد أنه تحليل موفق، ولكن على الرغم من ذلك نجح الجمهوريون في الإفادة من هذا الموضوع، وهم طبعا أنا أعتقد أنه الجمهوريون كانوا يتجهون باتجاه الفوز، لأنه نعرف أنه تاريخيا في الولاية الأولى لأي رئيس الانتخابات النصفية عادة ما تكون ضده ويخسرها، وهذا حصل للجميع باستثناء طبعا جورج بوش الابن في ولايته الأولى. لذلك أنا لا أعتقد أن الناخب الأمريكي يدقق كثيرا، أعتقد أن هناك شعور، هناك يعني انتماء حزبي وقبلي في أغلب الأحيان، بالطبع باستثناء المستقلين الذين يدققون عادة أكثر من الآخرين. دكتور فارس، نحن لطالما تحدثنا عن التصويت للجمهوريين أو التصويت للديمقراطيين، ولكن هناك كذلك فرضية أخرى، وهي أن يكون المشهد معرقل لعمل الكونغرس، أن تكون التشكيلة الحسابية معرقلة لعمل الكونغرس، يعني ليس كونغرس يمكن أن يخدم الرئيس الحالي ويدعمه، ولا كونغرس يمكن أن يعطله. هل طرح ثالث لشكل ثالث يمكن أن ينشأ عن هذه الانتخابات تعتقد؟ يعني السيناريوهان الأساسيان، هنالك ربما السيناريو الثالث الذي رأيناه هو الكونغرس الذي يتمرد على الرئيس ترامب ويحاول عزله، هذه ظاهرة استثنائية في العهد الماضي. في هذا العهد، في هذه المرة، هنالك سيناريوهان. الأول هو أن ينتصر الديمقراطيين في الهيئتين، وبالتالي لن تكون هنالك مشكلة لبايدن في السنتين القادمتين. التقدير العام أن ذلك لن يحدث. الذي ممكن أن يحدث حسب العملية الرقمية الآن، وسنرى في نهاية النهار بداية الليلة أو حتى غدا صباحا، أن الجمهوريون سوف يسيطرون على مجلس النواب. بتقديري أنا المعركة فعلا ستكون على مجلس الشيوخ، لأن مجلس الشيوخ ليس هنالك اعتقاد أنه أي من الحزبين إذا انتصر سوف ينتصر بأعداد كبيرة، إما اثنين من هذا الناحية اثنين من الناحية الأخرى. لا نعرف إذا كان دور نائبة الرئيس سوف يكون الحاسم كما هو الآن. إذا تم سيطرة الحزب الجمهوري على الهيئتين، عندها أنا برأيي هذه المرة التعطيل سوف يكون أكبر من الماضي، لأنه سيكون لهم ردة فعل أقوى على الحزب الديمقراطي وعلى إدارة بايدن، وسنرى لجان تحقيق. يعني كل ما فعلوه بترامب سوف يحاول الجمهوريون أن يفعلوه ببايدن، وهذا يعني السنتين القادمتين ستكون سنوات أزمات سياسية أيضا، أكثر من الأزمات السابقة. هي أساسا كانت هناك أزمات سابقة، ولكن حضرتك ترجح بأن يكون مجلس النواب للجمهوريين، هكذا فهمت من حضرتك صحيح؟ بحسب قراءتك هكذا أنا فهمت، أكثر من قراءة، هي قراءة باتت أكثرية الخبراء بما فيهم الذين يهتمون بالموضوع داخل الحزب الديمقراطي. السؤال ليس إذا سيأخذ الجمهوريون المجلس النواب أو لا، ما هو الفارق؟ يعني إذا كان الفارق 5 أصوات تقريبا متوازن، ولكن إذا تكلمنا عن 28 صوت 30 صوت كما يعتبر البعض، يعني بيكون هنالك حسم كبير، هذا قد يدفع ببايدن للتفاوض مع الحزب الجمهوري. دكتور حسين، ما رأيك في هذه النقطة؟ طبعا الفارق حاليا ضئيل، أصلا هو 5 مقاعد حتى تحوز، يعني حتى يأخذ الجمهوريون الغالبية في النواب، وهو يعني مناصفة في مجلس الشيوخ، فيمكن الذهاب أي من النتائج ممكنة. طبعا الكل يتحدث عن موجة حمراء، وأنا رأيت تقارير متعددة تشير إلى أنه قد يكون الحديث عن الموجة الحمراء مبكرا، أنه على الأقل التصويت المبكر يظهر تفوق ديمقراطي واسع، أنه قد تكون القاعدة الديمقراطية متحفزة أكثر مما يعني تشير استطلاعات الرأي. لذلك ولكن هذا ولكن دكتور حسين، هذا ألا يعود إلى أن الديمقراطيين هم من يصوتون عبر البريد أكثر، فبالتالي تكون ربما الأعداد الأولية أكثر في مرحلة أولى؟ صحيح، هم عادة ما يصوتون أكثر، ولكن مقارنة هذه المرة، الفارق هذه المرة مع الجمهوريين بالفارق في العام 20 والفارق في العام 18، يبدو أنه هذه المرة الفارق أكبر بكثير. طبعا هذه فقط يعني نقطة واحدة ولا يمكن التعويل عليها، ولكن يبدو أن هناك مؤشرات أنه استطلاعات الرأي قد لا تكون دقيقة، وقد تحصل مفاجأة كما حصلت مفاجأة ترامب في العام 2016. نعم، على كل سنبقى في متابعة كل هذه التفاصيل وتغطية مستمرة على قناة العربية. أود شكركم جزيل الشكر. من واشنطن الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية تحسين عبد الحسين، شكرا لك. ومن واشنطن دائما وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، شكرا لكما.
والتغطية دائما مستمرة مشاهدينا على قناة العربية بشبكة مراسلينا كذلك من مختلف الولايات لمتابعة أولا فترة التصويت، وفيما بعد كذلك سيتم فتح صناديق الاقتراع والبدء بالفرز ربما في ساعات متأخرة من هذا الليل أو كذلك بعد أيام. يقول البعض سيتم تقديم النسب النهائية لهذه المشاركات، كذلك الساعات متتالية على قناة العربية سنتابع معكم بنقاشاتنا وتحليلنا ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث مشاهدينا عن الانتخابات النصفية الأمريكية لهذه السنة، هذه انتخابات كل سنتين، وطبعا لهذه الانتخابات أهمية كبيرة خاصة وأنها انتخابات لا تأتي في نفس توقيت الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هي تحمل أهمية قصوى وأهميتها سنتابعها ولك في نشراتنا القادمة. السلام عليكم.